أهلا بحضراتكم من جديد. لكل مجتهد نصيب، دي أكتر جملة بتوصف ضيوف فقرتنا النهاردة اللي قدروا إنهم يحصلوا على 5 جوائز في ختام المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ16، ومن ضمن كمان 37 عرض مسرحي منافس في المسابقة الرسمية. قدر العرض المسرحي ياسين وبهية عن ملحمة الرائع نجيب سرور إنه يكون أحسن عرض مسرحي مركز أول بعد المقدمة البسيطة اللي احنا قلناها دي. أقدر أقول لكم إن النهاردة منورنا ومشرفنا المخرج الأستاذ يوسف مراد منير اللي حصل على جائزة أحسن مخرج مسرحي صاعد عن ياسين وبهية، والفنان الشاب حازم القاضي اللي حاصل على جائزة أحسن ممثل دور أول. ألف مبروك. الله يبارك في حضرتك. أنا سعيد جدا بيكم. لسه كنت أقول لكم يعني كنت بتفرج على الختام والجوائز، ايه رايكم في الجوائز؟ انا مبسوط بيها جدا انا كسامح. وانا كمان. ايه رايكم في الجوائز؟ لا مبسوطين منها جدا جدا جدا. يعني انا مش الجوائز بس يا حازم، بتاعتكم. لا مش بتاعتكم، بصفه عامه. ده حقيقي. انا الحمد لله السنه دي قدرت احضر معظم العروض. يعني عملتها ازاي دي؟ لا الحمد لله، عشان عرضنا في الاول فقدرت ان انا احضر يعني بقيه العروض. حلو. وكان عندي الفرصه دي الحمد لله، كان المعهد خلص في اجازه فنقدر نعمل ده. فاتفرجت على معظم العروض، فقاعد في الختام في توزيع الجوائز عمال بقول والله صح، يعني جائزه مزيكا والله صح، انا فعلا استمتعت بالمزيكا في العرض ده، الاضاءه انا استمتعت بالاضاءه في العرض ده، انا يعني زي اللجنه بالظبط، ما حست انا كمشاهد حسيت ده. حتى الصور الفوتوغرافيا احنا اتفرجنا، انا مثلا ما حضرتش الرجل الذي اكله الورق. ايوه عرض رائع. الاضاءه انا قلت الاضاءه دي عظيمه، ليه طلع كاجو ام واخد طب جد. احنا بدانا كده في السريع قوي، والمفروض ابدا بالمخرج طبعا هو سيد العمل يعني طبعا. يوسف، يعني انا كان من حسن حظي ان انا اتفرجت على العرض بتاع ياسين وبهية قبل المهرجان، بس كان عندي فضول اسالك كمخرج، انت اشمعنى ياسين وبهية؟ يعني ما خفتش؟ مسرحيه تقيله جدا ومسرحيه شعريه والحاجه لحد عظيم قوي، اي حد بيجي يروح للناس الكبيره دي بيبقى متخوف. أيوه. لان في الدفاع عنهم مستميت. صح. انا والله انا اكيد كان عندي تخوفات طبعا، بس هي كانت تخوفات صحيه، يعني ان انا بعمل نص كبير لمؤلف كبير زي الاستاذ نجيب سرور الله يرحمه طبعا. الله يرحمه. لكن على قد ده على قد ما انا كنت متحمس ان هو تحدي بقى، يعني اكون او لا اكون بقى، يعني دي اول تجربه في البيت الفني للمسرح، فيعني يا لا. ده غير ان انا يعني بسبب ان انا ده بالثلث الحمد لله ربنا يخلي حضرتك. الحمد لله. ده غير ان انا والدي طبعا حضرتك طبعا ده كبير. لسه احنا جايين بقى العيله الفنيه. اقصد ان انا من وانا صغير يعني كنت على طول متعودين في البيت على الحاجات اللي مش سهله يعني. فلما حبيت ان انا اعمل حاجه شعبيه، حاجه قريبه من الناس تحس انها بتتكلم، يعني ان احنا بنتكلم عنهم، يعني ما تكونش حاجه بعيده، الناس تحس بالغربه او ان احنا بنتكلم في موضوع ما يشغلهمش. عشان كده اخترت ياسين وبهية، حسيت انها ان الناس هتحس يعني باللي احنا حاسين بيه، واظن ان ده حصل الحمد لله. لا ده حصل جدا جدا. وبعدين عجبني كمان يا يوسف انك بدون القاب بقى، يعني بدون استاذ واستاذ. عجبني كمان ان انت استخدمت اللي هو الانتاج البسيط. يعني انا اتفرجت على العرض استمتعت جدا جدا، وفي رؤيه بصريه ثريه وباقل التكاليف. أيوة. فازاي تناولت ده برضه؟ والله هو ولا يعني انت كنت مرغم على كده فعملت ده؟ والله هو يعني في مخرج كبير اسمه بيتر بروك قال ان قله الامكانيات بتولد الابداع، فاحنا الامكانيات يعني كانت زي ما حضرتك شفت، لكن احنا ده اللي خلانا بقى نقدر ان احنا نبدع بالعناصر البشريه اللي معانا، وبحاجات بسيطه في الديكور وفي الاضاءه ان احنا نعمل صوره ثريه. وده كان درس ليا بصراحه، ان مهما كانت الميزانيه كام او الامكانيات ازاي، لا انت لو عايز تعمل ابداع هتعمل، وده مش ما بانش عندنا احنا بس، ده بان في الجامعه وبان في المعهد وبس. فكان درس عظيم يعني لينا قبل اي حد. لا حاجه مبهره بصراحه. طب نروح للبطل ولا ايه؟ لازم. براحتك لازم رايس لا حبيبي. حازم، احنا
حتى لما جيت انا حضرت العرض انا قابلتك وقلت لك انا معجب بيك جدا، انت ممثل رائع. وعلى فكره بالمناسبه انت فاجئتني، انت وانا اسف ان انا بقول فاجئتني، انت جامد لوحدك. ربنا يخليك. انت وآية. ولاجل الحظ ان آية ابو زيد برضو خدت من ضمن الخمس جوائز. مظبوط مظبوط. وبعدين قمت قايل ايه، انا من كام سنه حاجه 20 سنه اشتغلنا على المسرحيه دي، كان احمد عز هو البطل. ما شاء الله. احمد عز النجم، احمد طبعًا عز طبعًا. ان شاء الله تبقى نجم زيه اكتر يعني، يا رب ده بامر الله طبعا. خدت بقى ياسين في انهي منطقه يعني، خدتها من انهي منطقه والله يعني، وانت بتحضر كده حازم الدور؟ انا قصتي اصلا مع نجيب سرور استاذنا الكبير قصه يعني. ايه بقى؟ انا بحبه جدا، بحب اقرا له كتير جدا، حتى من قبل دخولي المعهد، لدرجة ان انا لما قدمت في المعهد كان مطلوب مشهدين، مشهد باللغة العربية ومشهد عامية. المشهدين قدمت بيهم للأستاذ نجيب سرور. الاثنين. كان مشهدين ايه بقى؟ كان مشهد لشخصية هاملت من مسرحية اسمها مذكرات جنونية في دفتر هاملت. كتبها نجيب سرور، مسرحية مش كل الناس تعرفها، ولكن هي في يعني في الحتة المدارية بتاعت نجيب سرور. ومسرحية منين اجيب ناس. طبعا المسرحية العظيم، وبحبه جدا، بحب كلماته، بحب احساسه، بشوف فيه دايما حبه للبلد وحبه للارض وحبه للوطن طول الوقت. فده شيء مخلص قوي قوي. وده اللي خلاني لما يوسف يكلمني ويقول لي احنا بنعمل ياسين وبهية نجيب سرور، اقول له حاضر. ده يعني امتى بقى يعني؟ عايز اللحظه بتاعت لما يوسف جه. هو كلمني تليفونيا. يعني كنتوا اشتغلتوا مع بعض قبل كده ولا لا؟ كان اول مره نشتغل مع بعض، بس كنا بنتمنى يعني، احنا كنا زملاء وكنا يعني اصحاب من المعهد، ودايما بنقول امتى هنشتغل مع بعض يعني. امتى نشتغل بتاع. فحصلت بقى كده، هو بيحضر نجيب سرور ياسين وبهية، فكلمني قال لي تعمل دور ياسين، قلت له طبعا حاضر انا جاي. انت عامل دكتوراه في ياسين في نجيب سرور يعني في كلمات. وانت في المعهد اصلا؟ أنا ومعيد في المعهد. مظبوط، معيد في المعهد. ويوسف انا خريج المعهد. خريج المعهد يعني انتوا الاثنين حاجه اكاديميه عظيمه. ربنا يخليها. بس انت معيد بقى، وقبليها كنت خريج هندسه. مظبوط. وانت بتستلم الجايزه بقى حازم، اكيد في شوت كده سينمائي. شفت الشريط كله. ايه بقى اللي شفته؟ لا شفت الشريط كله طبعا، لان مرورا بمسرح جامعه القاهره وكليه الهندسه اللي اثر في حياتي كتير جدا واللي شكل شخصيتي بشكل كبير جدا. بعد كده المعهد العالي للفنون المسرحيه اللي اتعلمت فيه بقى وفهمت حاجات ووعي زاد في المكان ده مع اساتذه طبعا ربنا يديهم الصحه والعمر. فكل الشريط ده عدى طبعا قدامي في اللحظه دي، لو حسيت ان انا يعني الرحله دي يعني ليها محطات حلوه، ليها ذكريات. التعب ما راحش يعني، ما راحش يعني كله. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. طب يوسف، نعم، انت كنت بتغني وبتمثل وبتخرج يعني حاجه مش اكيد روضك حلم كده ان يا سلام بقى لو انا اطلع اخد جايزه احسن ممثل واحسن مخرج، ودي تبقى حاجه حدث يعني ساعتها اهو. الله الله، جميل الصور. وانا معجب كمان جدا بالافيش وبالكادرات، لان اي كادر اي صوره في المسرحيه تعمل كادرات عظيمه جدا. تسكينك يا يوسف للشخصيات يعني، انت كنت عارف حازم قبل كده وشايف هو ان فعلا طبع. تسكينك للشخصيات الاخرى، ومعاك شباب جميله جدا. ايوه، جه برضو ازاي؟ والله انا تحضرت المسرحيه اصلا، قعدت سنه تقريبا او اكتر. انا قعدت سنه عشان اعرف اعمل لها اعداد. هي مسرحيه شعريه. وهي عامله زي المتاهه يعني، استاذ نجيب يبقى بيتكلم مثلا في الحدوته بتاعت ياسين وبهية، وبعد كده يخرج يتكلم في حاجه تانية خالص ويرجع تاني في حته تانية خالص. فاللي خد المجهود مني ان انا حاولت ان انا ازاي اربط الحدوته بحيث انها توصل بسلاسه. صح. في عصر السرعه كمان ان احنا نعمل مسرحيه شعريه. صح. باللغه العربيه، وبنروح من العربيه الفصحى للعاميه. فده اللي خد مني مجهود ان انا اعمل فورم يوصل في الاخر للناس ان هو سهل وبسيط ومش مش معقد. فخدت مني سنه عشان اكتبها يعني للمسرح. وطعمت كمان بحاجات كوميدي. ايوه طبعا، عشان اخفف وطئه التراجيديا طبعا او الميلو دراما يعني. طبعا. فخدت مني سنه، وقعدنا نعمل بروفات سنه يعني، هي خدت مني سنتين. يا نهار ابيض والله.
طب وانت كل المسرحيات هتاخد منك الوقت ده كله؟ لا طبعا، احنا عايزين انتاج غزير ليك. ايوه ده انا اتمنى. وحلو قوي تركيبه انك كنت حاطط المزيكا كمان على المسرح لايف. ايوه احنا يعني كنا عايزين نعمل ليله حيه للجمهور، يعني ان هم الجمهور يجوا يحسوا معانا نفس الاحاسيس. فانا قلت لو سجلنا او لو عملنا بلاي باك ان الناس هتحس ان هو مسجل. فالاحساس هيبقى نص احساس بتاع، خصوصا ان احنا عاملين سامر شعبي وكده. فحسيت ان وجود الالات هيخلي الوجدان الشعبي بتاع الناس يتفاعل بقى، والناس تسقف جامد وكده، والحمد ويبقى لله ويبقى متطعمه فعلا زي ما انت بتقول. بالظبط متطعمه من العرض. طب تعالى بقى نشوف الصور. الله ما شاء الله. اهو سامح بسيوني مدير مسرح الشباب، المنتج ايمان ونيم الممثله الاولى، آية أبو زيد أحسن ممثلة دور تاني. مين ده؟ نجم يوسف مراد والنجم حازم القاضي. طب يوسف، أنا آسف يا يوسف بقى، أنت من عيلة فنية، لازم نسأل على ده. يعني لازم نسأل على ده، لينا كلنا الشرف إن إحنا يعني عيلة بتورث أجيال أخرى فن عظيم. استاذ مراد منير المخرج العظيم، ربنا يديله الصحه يا رب ويمتعنا دايما، وهو صاحب الحاجات التقيله قوي، فانت واخد منه الحته دي. والاستاذه الراحله الاستاذه فايزه كمان رحمه الله عليها الوالده، والاستاذه ماجده منير كانت ضيفتنا هنا، اتشرفت بوجودها معانا. هل وجود هذه العائله الفنيه الراقيه كانت ليها تاثير انك تروح للفن، ولا كنت ممكن لا انا اروح اي حته تانية؟ لا، ليها تاثير اساسي ورئيسي، وهم السبب. يعني هم اصروا، يعني مش اصروا ان هم يغصبوني، هم من غير ما ناخد بالي من وانا صغير بداوا بقى يحببوني في الموضوع. يعني بابا كان بيعمل الملك هو الملك، فكان يقول لي تعالى اقعد بص اتفرج محمد منير بقى والحاجات، صلاح السعداني وكان احمد الشاوي لسه وجه جديد. ايوه بالظبط. فكنت بتفرج، فهم من وانا صغير حببوني في المواضيع من غير ما يغصبوني، فطلعت انا اصلا حاببها. يعني فطلعت بقول لهم لا انا عايز المواضيع دي بقى. وانت كمان معاك هنا يا ليلى. اختك معانا برضو في الممثله. رائعه في اللغه العربيه، كانت ايه يعني عامله راويه عظيمه. طب حازم. ايوه يا استاذ. دكتور تحب تقول دكتور حازم ولا حازم؟ لا خالص والله، ولا حتى في المعهد بحب، يعني لسه بدري قوي على الموضوع ده. بحب حازم بس. طب طلبه المعهد بقى عندك انت بس لسه اجازه، مش في لسه مش في الدراسه. شهر 9 بقى. حد بقى كلمك و كتير؟ لا كتير الحمد لله. هو يعني انا دايما بقول اللي جنيته في الحياه كلها والله بجد هو حب الشباب دي وحب الناس اللي حواليا. يعني ده عندي اهم بكتير من اي حاجه في الدنيا، ان انا لا فعلا لقيت حب كبير، ناس كتيره بتكلمني وناس كتيره فرحانه من قلبها وناس كتيره بتبارك لي بجد. ويعني ده دايما اللي بيستحق الاخر لازم يفرح له من قلبه. بس انا استوقفني بوست كده، اخر بوست انت كاتبه، مش عارف الاخير ولا ايه، انا لسه شايفه امبارح. انت منزل صورتين، صوره لمسرحيه مأساة انسان مظبوط، والصورة بتاعت ياسين وبهي. عايز اتكلم عن الصورة بتاعت مأساة انسان. المسرحية دي ايه يعني؟ وايه الاولمبياد المسرح؟ اولمبياد المسرح دي اللي كانت في المجر، ايه دي؟ وانت كنت المخرج. مظبوط. والمسرحية بتتكلم عن الهوية المصرية عن طريق السرد الفرعوني ده وباللغة العربية، صح؟ صحيح. انا فاهم مظبوط؟ مظبوط. اتكلمنا عنها بعد اذنك يا حازم، المسرحية دي. انا شخصيا مش عارف ايه الحدث ده. احنا كمان ما كناش نعرف حاجه عنه لحد ما في شهر 3 جالنا خطاب للمعهد العالي للفنون المسرحيه، كان ساعتها سياده العميد السابق استاذ دكتور مدحت الكاشف اللي موجود، بيطلبوا مننا ان احنا كمصر او المعهد العالي للفنون المسرحيه يشارك في احتفاليه بتقام في المجر اسمها اولمبياد المسرح العالمي، الاولمبياد المسرح، وبيحصل في ختامها عرض كبير جدا تكريم لكاتب مجري. وده كان اول دوره للاولمبياد دي؟ هي المفروض ان هي بتتعمل كل سنه في دي صور منها. المفروض ان هي بتتعمل كل سنه في دوله،
بس السنه دي كانت في المجر علشان يكرموا او المئويه بتاعت امري ماداتش اللي هو الكاتب بتاعهم، كاتب المجر الكبير يعني. فكانوا بيعملوا مسرحيه اسمها مأساة الانسان كتابه امري ماداتش ده، والمفروض ان كل دوله في العالم هتعمل مشهد بلغه البلد في هذه المسرحيه. وكان في مشهد هو كاتبه في العصر الفرعوني ده في المسرحيه الاساسيه، فهم اختاروا ان هم يبعتوا لمصر علشان تجسد العصر الفرعوني بما ان احنا يعني ده ابناء الفراعنه. فحصل كده، فبعتوا للمعهد والمعهد كلفني بالقيام بالمهمه دي. اخترت شباب زي الفل من المعهد زي ما حضرتك شايف كده، وعملنا العرض، اخرجت المشهد يعني مشهد في العرض ورحنا قدمناه، والحمد لله يعني انبهروا بالاداء المصري وبالمزيكا المصري وبالاستعراضات المصري وبالشغل وشكل المصري الفرعوني، انبهروا بكل الحاجات الحمد انا لله. لامس فيك كمان ان لما تيجي تتكلم عن نجيب سرور عن الجانب الوطني او المصري اللي فيه، ودلوقتي انت مهتم قوي وعندك حماس قوي لده، دور الفنان يا حازم ان هو يحافظ على الهويه بتاعت بلده او 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 يخرج بره الهويه يعني دور الفنان عامل ازاي في علشان الاجيال اللي جايه كمان؟ طبعا دور الفنان، هل دور الفن اصلا هل هو مؤثر ولا مش مؤثر؟ مؤثر جدا فوق، وانا عارف الاجابه يعني بس لا طبعا لا مؤثر جدا 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 يعني. الفنان يقدر يوصل لقلوب الناس وعقولها بسرعة جدا، بيصدقوه، بيمشوا وراه، بيقلدوه في كل حاجة. فإذا هو عليه مسؤولية، ده الخطر. طبعا عليه مسؤولية كبيرة جدا، ده الخطر طبعا، عليه مسؤولية كبيرة جدا جدا في تغيير الوعي العام، في الارتقاء بالمستوى الفكري والمستوى الثقافي والمستوى كل المستويات للمواطن. ده دوره، ده دوره الأساسي طبعا في الدولة. فبالتالي هو لازم يعي تماما هذا الدور ويحافظ عليه، ويحافظ على الهوية، ويحافظ على الشباب الجديد، ويبقى عارف ان هو مؤثر إلى درجة كبيرة جدا، فلازم يختار ويبقى فاهم ده كويس. طبعا. يعني الثقافة مهمة جدا يا أهم يوسف. طبعا. بتقرأ الإيه بقى؟ يعني بتحب تقرأ لمين يا يوسف؟ والله أنا يعني أنا شخص قارئ الحمد لله، بحب القراية عموما، وعلى فكره حبيتها متاخر يعني. انا زي كل ابناء جيلي يعني، انا ما مش اللي هو بقى بحب القرايه من زمان وكده، لا لا خالص. انا يعني قعدت 20 21 سنه ما بقراش خالص، وبعد كده بدات. انت يعني الثقافه جايه لك متأخر. انت كمتلقي بتتفرج لكن مش بتقرا. من 4 سنين كده بدات بقى، جربت يعني ان انا اقرا، فاكتشفت ان انا فايتني حاجات رهيبه، فبدأت أقرأ بكثافة مرعبة. فالحمد لله في الفترة دي بقى الموضوع فرق معايا. بدأت بإيه بقى؟ لأن البدايات صح. البدايات دي مهمة جدا. أنت ممكن تبدأ يقفلك عن الموضوع، ممكن طبعا. تبدأ تكرر. صحيح. أنا بدأت بكتابين. أول كتاب محمد رسول الحرية بتاع أستاذنا الكبير عبد الرحمن الشرقاوي، وكان كتاب رائع يعني. وكتاب تاني كل الأسامي دي فطاحل يا جماعة. طبعا طبعا ده فطاحل طبعا. وقريت كتاب قواعد العشق الأربعون بتاع إليف شافاك، حاجة عالمي بقى، مختلفة وصوفي وكده، فخلوني أحس إن أنا فايتني عالم كامل لازم ألحقه، والحمد لله حاسس إن أنا لحقت يعني بنسبة. قريت كتير بقى من ساعتها كتير جدا يعني. وحلو إن المسرح كمان بيورينا إحنا كمان حاجات أدبية وحاجات عالمية يعني. رواية قواعد العشق الأربعون دي اتعملت كمان مسرح، فاللي ما اللي فاتوا إن هو يقراها ممكن يعرفها من خلال المسرح. طبعا. بس اسمحوا لي نطلع فاصل. طبعا. انا عامل فيها مذيع وبتاع. حضرتك استاذ كبير طبعا. حبيبي. نطلع فاصل ونرجع تاني مع اتنين من الناس الجامدين قوي، الناس العباقره، الشباب اللي تفرح، افضل مخرج في مهرجان المسرح القومي المصري القومي استاذ يوسف مراد، وافضل ممثل في ذات المهرجان الأستاذ حازم القاضي. فاصل ونرجع لكم تاني.
أهلا بحضراتكم من جديد، ولسه إحنا موجودين ومشرفنا ومنورنا اتنين من اللي إحنا بنحتفي بيهم ومنورنا، أستاذ يوسف مراد منير والأستاذ حازم القاضي. باشمهندس حازم. مهندس أستاذ دكتور حازم، أنت البطاقة بتاعتك مكتوب فيها مهندس؟ مكتوب فيها مهندس لحد قسم في الذات. مظبوط. إيه ده؟ صح؟ ما العصفورة قالت لي يا معلم. إيه يعني ايه لا وازاي يعني ده ازاي يعني جت ازاي؟ والله انا وحبك للمسرح والتمثيل جه من امتى؟ لا جه من زمان. ده جه من زمان. انا هقول لحضرتك الحدوت. انا اصلا يعني في مفارقه كده حاصله السنه دي، ان الدوره باسم استاذنا الكبير الزعيم عادل امام، يعني طبعا تحيه كبيره جدا، ربنا يديله الصحه والعافيه يا رب. انا اول مسرح شفته في حياتي كان مسرح الزعيم عادل امام، المسرح اللي في الهرم. لان والدي رحمه الله عليه كان مسرحيه الزعيم. لا مش مسرحيه الزعيم، كان مسرحيه بودي جارد. اوكي. اللي لحقتها كانت مسرحيه بودي جارد. والدي الله يرحمه كان عضو في فرقه الملحدين عادل امام. لا كان بيمثل. يعني كان بيحب التمثيل. رائع. فانا كنت وانا صغير بروح معاه المسرح. حلو. اخش في الكواليس واقعد كده واخش الاوض بتاعت الممثلين واتفرج على المسرحيه من الكواليس، مره من البنوار ومره في الصاله ومره كذا. فحبيت. يعني انت مش غريب عن لا ابتدى من هنا برضه. ده حقيقي ابتدى من هنا اهو. بس انا كنت شاطر في الدراسه، فجبت مجموع كويس في ثانويه عامه. فزي ما حضرتك تقول كده استخسرنا المجموع. فدخلت كليه هندسه. ولا كان رغبه الوالد ان لا ما تدخلش؟ لا الحقيقه لا، هو كان توفى قبل ده. توفى وانا في اولى ثانوي او ثالثه اعدادي، فما كانش لي حتى الثانويه العامه. لكن هي كانت رغبه اهلي كلهم، يعني والدتي وكل اهلي، ان هو يعني حد يكون هندسه وشيء حلو وجميل وبتاع، وانا عايز امثل وعايز اخش المعهد وحاجات كده. فاتفقت مع والدتي اللي هو. وانت كنت بتمثل بقى في المدرسه؟ كنت بمثل في المدرسه. فاتفقت مع والدتي، قالت لي طب خش هندسه وانا موافقه انك انت تمثل في مسرح الجامعه. اوكي. فقلت لها خلاص ديل تمام. يبقى اول حاجه عملتها فريق المسرح. فريق المسرح ده اول ما نزلت من الاتوبيس، يا جماعه فين فريق المسرح؟ اول حاجه قبل المحاضرات وقبل قبل المحاضرات وقبل ما نعرف اي جداول واي حكايه، فين فريق المسرح؟ دي اول حاجه. فطبعا اصطدمت بان احنا اول سنه في الشيخ زايد ومفيش مسرح. يقول لي لازم تعدي اعدادي هندسه دي وتنجح وتخش التخصص في اول سنه في الجيزه، بقى في المسرح بقى عيش حياتك. فعديت فعلا اول سنه وخدتها تحدي وعديتها 100 100. اول سنه تخصص في الجيزه هنا، ابتديت بقى في مسرح الجامعه وابتديت بقى مركز في الهندسه قوي. يعني اللي هو بحضر بس ايه انجح مش عارف. المسرح إيه بتاع كان عندكم في كليه هندسه مسرح ولا كنت تروح المسرح بتاع الجامعه؟ لا مسرح الجامعه. انت عارف مين اللي افتتح تجديد المسرح الجامعه؟ مين؟ كنا احنا فرقه بتاعه خالد جلال. ايوه. مسرحيه اسمها حلم في ليله اغسطس. ايوه. عن حلم ليله صيف بتاع شكسبير، وحضرها عادل امام الافتتاح، لانه هو جامعه القاهره كليه زراعه، فافتتح المسرح بالمسرحيه بتاعتنا، كان بيتفرج وعزمنا على بودي جارد. يعني بص احنا الدنيا متشبكه برضه. فهي بقى هي دي القصه يعني. فانا كمان الدوره السنه دي بالنسبه لي مميزه جدا، ان انا الجائزه مكتوب عليها اسم الزعيم عادل امام طبعا، وانا اول فنان. صح. انت في كنت الدنيا اسلم عليك انا هو الاستاذ عادل. يعني دخلت له الاوضه وانا طفل صغير كده، وابويا خدني وبتاع عشان اسلم على الاستاذ عادل امام. كنت مرعوب يعني داخل بعمل كده اهو، وهو بقى بشوكولاتات. وطبعا استاذ عادل يعني جميل دلوقتي جدا. نفسك تروح تقول له ابوس دماغه جايزه. ابوس دماغه طبعا، ربنا يديله الصحه والعافيه يا رب يا رب. طب يوسف ايه رايك في موضوع ان الجامعه، احنا كل اللي اتخرجوا من الجامعه وهم بيمتهنوا التمثيل فيما بعد كلهم عدوا على مسرح الجامعه، واعتقد ان ده مدرسه كبيره قوي، مش هقارنها بالاكاديميه، الاكاديميه في حته لوحدها، بس مدرسه تانية خالص. رايك في دخول المهرجان المصري المسرح القومي الجامعات المهرجان، وايه ويبقى على مش الهامش، لا يبقوا في المسابقه الرسميه، رايك في ده ايه؟ رايي انه ضروري يعني. لان احنا
اللي احنا شفناه السنه دي واللي بنشوفه كل سنه من الجامعه ان احنا عندنا مبدعين ولسه ما درسوش ولا اي حاجه، دول هواه يعني، ولكن هم اساتذه مش هواه، دول موهوبين ومهمين للحركه المسرحيه المصريه ولحركه الشباب المصري عموما. صح. ان احنا نعرف كل سنه احنا فين، احنا عندنا من المواهب الفنيه الشابه في الجامعه اللي محتاجه رعايه كام واحد، عاملين عروض عامله ازاي، والسنه دي في نفس الكبار فعلا، وكان شيء مفرح قوي يعني. انت عندك كليه الاعلام دي واخده كذا جائزه، ثلاثه او اربعه، ثلاث جوائز والمنصوره واحنا كنا غاية في السعاده يعني، كنا سعداء جدا، لان ده بيبشر بطفره واحنا كلنا عايزين كده. فانا كنت مبسوط قوي، وكل التحيه لكل طلبه الجامعه اللي بيحاولوا، اللي دخلوا المهرجان واللي ما دخلوش، وكملوا يا جماعه، لان انتوا اهم حاجه. طب يوسف، لو المسرحيه نفس المسرحيه دي ياسين وبهية، لو هتخرجها في الجامعه ولو هتخرجها في مسرح الشباب ولو هتخرجها في المسرح القومي، ان شاء الله تخرج قريب في المسرح القومي يا رب. ان شاء الله يعني يا رب. هل الرؤيه هتختلف؟ هو يعني رؤيتي انا كمخرج مش هتختلف، انما التعامل مع الممثلين ممكن هو اللي يختلف. يعني لو انا مثلا عملناها في جامعه اكيد هنحتاج تحضير اكبر او بروفات اكتر مكثفه على اللغه العربيه والاداء الشعري والحاجات دي، ونقف امتى ونقول امتى، والتكوينات بتاع الحركيه والشكليه اللي انا عاملها. وهكذا طبعا البيت الفني مسرح الشباب او المسرح القومي يعني قريبه، انما الجامعه كانت هتحتاج شغل اكيد مع الشباب، عشان قبل اي حاجه ان هم يفهموا بالظبط مين نجيب سرور. صح. وقيمه نجيب سرور وهم بيعملوا ايه، يعني ده اللي كان هياخد الوقت، مش الحاجات الفنيه، الحاجات الفنيه كنا هنعملها، لكن قيمه كتابنا الكبار زي الاستاذ نجيب سرور كانت محتاجه توصل لهم. واتمنى من الشباب في الجامعه ان هم يبداوا يعملوا نصوص لكتاب كبار، لان الكتاب الكبار هيسندوهم طبعا. بس هي الجامعه علشان كليات كتير قوي يا يوسف، فبتلاقي فيها اصل دي طوائف، خلي بالك يعني احنا كنا حقوق نهتم بالسياسه، اداب تهتم بالكوميدي، تجاره تهتم بالعالمي، فدي دايما اتجاهات. فتوسع الاتجاهات دي اعتقد ان هو في الصالح، يعني هتلاقي ناس بيرتكنوا لاسامي كبيره زي ما انت بتقول، وناس بيرتكنوا لمؤلفين صاعدين. واحنا خدنا السنه دي في اتنين مؤلفين صاعدين تبع الجامعه تقريبا. مظبوط، الاتنين جامعيين. وده احنا محتاجين نجيب سرور تاني وثالث ورابع وعاشر جدا طبعا، وناس بيرتكنوا المسرح العالمي. لكن عندي فضول اسالك، بص انا جاي بكل الفضول يعني. دايما بيبقى فيه زي ما انا قلت لك، اشمعنا نجيب سرور واشمعنا ياسين وبهية؟ هل ما خفتش من المسرحيه دي؟ السؤال الثاني، هل ده الاصل يعني، هل ما بيبقاش فيه عليك يا يوسف ضغط ان والدك مخرج كبير قوي وعظيم قوي وليه اسهامات في المسرح المصري كبيره قوي، يعني محطه مضيئه في المسرح المصري، هل ما بتخافش طب وانا هطلع بقى هضيع تاريخ ابويا كل اللي عمله ولا هزوده ولا؟ صحيح. انا يعني هو بالنسبه للنقطه الاولى، انا بالنسبه لنجيب سرور انا كان عندي دايما الاحساس ان احنا يعني كشعب او كشعب بيحب الفن بطبيعته وبيحب المسرح، يعني ان هو عمره ما هيستقدم نجيب سرور، هيقول ان نجيب سرور ده قديم يعني، او ان هو هيحس لا لا لا. انا كنت حاسس ان احنا لو عملنا حاجه حقيقيه وصادقه الناس هتحس بيها وهتحبها وهتتفاعل معاها، حتى لو نص مكتوب من زمان او حاجه للاستاذ نجيب سرور، مع ان هو مش سهل طبعا يعني حتى، بس هو عشان طالع من القلب، فانا رهنت على كده ان هو طالما طالع من القلب يبقى هيوصل للقلوب. والحمد لله حصل يعني. وبالنسبه للنقطه بتاعه بابا، فهو طبعا يعني ده التحدي الاول والاخير دايما عندي، هو دايما بقول له يعني، دايما بقول له انا التحدي بتاعي ان هم يقولوا الولد ده كويس مشرف يعني، هذا الشبل، هذا يعني الشبل من ذاك الاسم. الحمد لله. الحمد لله. طب حازم، الفرق ما بين انك انت مخرج ومعيد، بسم الله ما شاء الله، ممثل، الفرق ما بين انك تخرج عمل وتمثله، انهي الالذ بالنسبه لك، انهي الاحلى؟ انا طول عمري بحب التمثيل
يعني هو التمثيل بالنسبة لي هو المتعة. يعني المسرحية دي كانت تكليف ما هياش رغبة مأساة إنسان؟ لا هي كانت تكليف طبعا يعني؟ كمعيد كمعيد ان انا يعني ابقى مشرف على المجموعة دي واخرجها، لان يعني انا برضو اخرجت كتير فتمام، يعني ايام الجامعة برضو اخرجت وخدت جوائز في الاخراج. اوكي انا بحب الاخراج برضو لان ليه متعة خاصة برضو، ان تعمل كل التفاصيل في العرض، انك تبقى عندك الرؤية الكاملة، بتشتغل كل حاجة، الديكور والاضاءة والملابس والممثلين كل ده برضو ليه متعة خاصة. ولكن مرهق جدا طبعا، يعني متعب. فانا بستمتع بالتمثيل، بحب بس الدور بتاعي وبعرف تفاصيله وبستمتع بيه، فانا بفضل التمثيل عن الاخراج، لكن بحب الاثنين جدا. انا كمان. طب لو خيرت ما بينهم، ما بين التمثيل او الاخراج؟ التمثيل طبعا. صح. طب وانت يوسف لو خيرت ما بينهم، انت ممثل جامد وبتغني كمان، بس لو خيرت ما بينهم، يا رب ما يجيش يعني اليوم اللي نخير فيه يعني. والله يعني اختيار صعب، يعني اختيار صعب، بس يعني انا حاليا يعني احنا لسه واخدين جايزه اول امبارح. ايوه في الاخراج. فالجايزه بتقول لي ايه؟ يخرج بقى نفسك. يلا ايوه انا لسه جايه. احترم نفسك بس. طب انتوا اتصورتوا صور لطيفه جدا ومبهجه جدا، من ضمن الصور دي مع الاستاذ خالد جلال. فهو القائم باعمال الرئيس البيت الفني للمسرح، وهو عمل الفتره اللي فاتت اللي هو مسك فيها عمل صحصحه جديده. طب انتوا اشتغلتوا معاه؟ انت حازم كنت في المركز الابداع بتاعه؟ انا ما كنتش في مركز الابداع، بس انا عديت من الجامعه، يعني عملت محطه كده في مركز الابداع اسمها مواسم نجوم المسرح الجامعي. اشتركنا بعرض كليه هندسه، والعرض ده حصد اول مره، اول مسابقه لمواسم نجوم المسرح الجامعي يعملها الاستاذ خالد جلال. احنا اللي كسبناه، كانت كليه هندسه جامعه القاهره اللي كسبناه. ساعتها اتعرفنا على الدكتور خالد جلال وقعد معانا وقال لنا انتم متميزين وانا حبيبكم، ويعني هو من زمان جدا واحنا صغيرين هو الدعم، هو اللي دايما ورا كل الشباب الموهوبه حقيقي. هو الدعم الاساسي طبعا. فبالتالي لا عدينا على المحطه دي، وكان ليها يعني تاثير كبير طبعا. ولحد دلوقتي بقى طبعا يعني من ولما كنتوا اكيد بتعملوا بروفات او العرض طبعا. هو جه اتفرج على العرض طبعا. جه اتفرج وقال لنا كلام شجعنا بيه جامد جدا، وكان كمان قراراته بقى واجراءاته وكده كلها تشجيع. عايزين العرض بقى يتعرض تاني. انتوا عرضتوا حاجه 40 ليله صح؟ مظبوط. عايزين يتعرض 41 ليله كده. ايه 41 ليله. 41 ليله بامر الله يبقى اكتر واكتر. يا رب. يعني يا رب. طب محطه الاختيار يا حزوم. دي برضو اشتغلت في الدراما بقى كمان، عملت في الاختيار واشتغلت كمان مع استاذ خالد الصاوي. مظبوط. يعني انا اشتغلت 3 اعمال في الدراما، اشتغلت الاختيار طبعا 2، ده كان اهم لحظه بالنسبه لي، واشتغلت بنت السلطان مع استاذ احمد شفيق واستاذه روجينا، واشتغلت اخر مسلسل اللي هو بتاع اعمل ايه خالد الصاوي. الاختيار كان طبعا اهم محطه. انا كنت بتمنى لما اتفرجت على الاختيار 1 كنت بتمنى ان اشترك في عمل كبير زي ده، وكنت بشوف اصحابي وبشوف ناس كتير وتاثرت جدا بالمسلسل وانفعلت معاه جامد جدا، فقلت يا رب اشترك في حاجه زي كده. لما عرفت ان في جزء تاني او هيبتدوا يعملوا جزء تاني منه، جريت بقى اللي هو ايه، انا عايز مين بيعملوا كاستنج فين، انا عايز اشتغل في المسلسل ده، والمسلسل الوحيد في رمضان اللي نزلت له كاستنج في السنه دي، وسبحان الله لقيتهم بيكلموني بعدها وبيقولوا لي انت مرشح في دور، او يعني انت خلاص خدت الدور وهتيجي تصور بتاع الضابط شهيد كمان. قلت يا فرج الله يا كرم الكبير. الحمد لله. وعملت الحلقه دي، هي كانت حلقه ولكن كان ليها تأثير كبير جدا، حتى حسيته في الشارع. مسلسل الاختيار من ضمن المسلسلات طبعا. اللي كان الواحد لو عمل شوت يعني. طب السؤال بقى الأخير ويعز عليا أقول إن ده السؤال الأخير، يعني إيه الجديد بقى عند يوسف وإيه الجديد عند حازم؟ أنا بحضر كذا مشروع شغال عليهم حاليا، ويعني مستني بقى أشوف يعني لما أقعد إن شاء الله مع أستاذ خالد وكده ونشوف اللي جاي هيحبوا هم يكون ايه يعني او فين، ونتمنى ان هم يكونوا متحمسين بعد المهرجان يعني اكيد ان شاء الله. وانا سعيد يعني، انا طالما احنا
اي حاجه ليها علاقه بالمسرح انا ببقى سعيد بيها، واتمنى ان انا ابقى اضافه بس. اكيد ان شاء الله اضافه. اكيد يعني ان شاء الله. حازم المحطات اللي جايه ايه او الخطوه اللي جايه ان شاء الله؟ والله انا بجهز للسفر لدهب عشان خدني معاك بقى. لسه كنت بقول لاصحابي يعني بتوع المسرحيات المتفائل احنا عاملين جروب كده مع بعض، يلا بينا نسافر. وحلو الروح اللي ما بينكم دي، وحلو الروح هو ده المسرح. أكيد. انت مسافر مع حد من المسرحيه ولا حد؟ طبعا لا، هنشوف بقى مين اللي جاي. ايوه بقى نبلبل نطلع هناك كلنا يا حبيبي. بالتوفيق يا رب. وانتوا نورتوني وشرفتوني واسعدتوني جدا جدا جدا. الشرف لينا. امل يعني. الشرف لينا حبيبي يا يوسف، نورتنا والف مبروك الجائزه. وحبيبي يا حزوم الف مبروك الجائزه. شكرا شكرا. ميرسي يا استاذ. جدا جدا. وختامها مسك مع حبايبي. نلتقي دايما يا رب على خير. يبقى الحلقه كده النهارده خلصت. السلام عليكم.